يا هلا مريم، صباح النور. صباح النور. اول شيء مبروك عوده النوادي الرياضيه للعمل بلبنان. فاينلي الحمد لله رجع الشغل واخيرا. الحمد لله. لا الحمد لله كلنا مبسوطين، وحتى يعني كل الناس مبسوطه لانه خلص صار وقت نرجع نحرك جسمنا ونطلع الستريس منا. نعم. الحبل المطاطي من الادوات الرياضيه اللي بدينا نسمعها اكثر بتكرار مؤخرا. صح. عرفينا عليه اكثر وما الفرق بينه وبين بقيه الادوات اللي بنستخدمها؟ هلا نحن عندنا كذا انواع من الحبل المطاطي، عندنا القصار مثل هودولي، وكمان بيجوا درجات يعني قويتهم بيجي اخف اقوى شيء. سو نحن حسب شو بنكون عم نعمل وحسب الحركه بنستعمل اللي بتريحنا. عندنا كمان اللي بيجوا طوال واسمك، كمان بيكون المدى اللي بنستعملهم اكثر بالحركه بيكون كمان اكثر. وعندنا اللي بيجوا رفاع وطوال بس لهم مسكتين من كل ميله، يعني بنقدر نعلقهم تنقول بحيلا محل يعني له مثل زاويه او اي شيء ونستخدمهم كمان لكامل الجسم. ليه استعملناهم اكثر شيء هالفتره؟ لانه بالبيت واهين شيء، يعني حدا بيقدر يروح يجيبه ويشتريه، وكمان يعني السعر affordable مثل ما بيقولوا، فهدول كانوا اهين شيء الناس يستعملون بالبيت. نعم. بعد ما نطلب انه مهندس صوتي يحط لك صوتك بدينينا لانك بعيده عنا، في تباعد اجتماعي بيناتنا، بدنا نسالك. نعم. الحبل المطاطي هو حبل مقاومه؟ نعم. لانه بالنهايه في ريزيستنس اللي هي المقاومه، فبالتالي طبعا هي حركه مقاومه. ايه كيف يعني بالمقاومه؟ بشد عضلات الجسم؟ طبعا بشد. هلا اكيد مش مثل لما نكون عم نحمل اوزان اثقل، بس انه اكيد بيكون في درجه معينه من المقاومه، وبيستهدف اكثر العضلات الصغيره اللي هي بتكون بعد دفينه لجوا، بتحركهم اكثر، بنحس فيهم اكثر بهدول النوع من التمارين. نعم. طيب ماري، يعني أداة بسيطة جدا وسعرها متوفر وممكن أي إنسان، 100%. هل ممكن نمرن بها كل الجسم؟ يعني أكيد. نحصل على تمرين متكامل مع أكيد. الحبل. هلأ حفرجيكم في كتير حركات، أكيد أنا نقيت الأشياء اللي حسيت أنه هني حيكونوا أقوى شيء ومستفيد منهم أكتر شيء، لأنه مثل ما منلاحظ أكتر شيء لما نفوت على السوشيال ميديا منلاقي أكتر شيء حاطينهم بس هون وعم بيعملوا فيهم حركات للإجرين، خاصة النساء، يعني لتكبير عضلات المؤخرة أو الفخذ أو يزبطوا، بس نحن فينا نستعملهم لكذا شيء. سو اليوم حنكون عم نعمل اكسرسايزز مثال على هدول الأشياء. طيب تمارين. احنا جاهزين. الحلو فيها كمان، الحلو فيها إنه بدها مساحة صغيرة بس بالبيت. صحيح. 100%. الحبل 100%. ما بيحتاج لكثير. تفضلي، نحن جاهزين مثل ما قلت سارة. يعني نحن مثل ما قلنا عنا الأقوى شيء، الأخف والأخف، حبلش بأخف شيء، لأنه مثل ما بنعرف إذا بدنا نعمل الجسم العلوي لازم يكون شوي خفيفة، فمنبلش كمان بالتحماية هيدي الطريقة. أكيد بالبيت فينا نعملهم قد ما بدنا لنحس إنه جسمنا حميت مزبوط، وبعدين من هون بننتقل لهون بنعلي كل الإيدين من فوق لتحت. يعني هون بنكون عم نشغل السواعد الايدين، بنكون عم نشغل الايدين كلهم مع الكتاف، وحتى الرفش بيكون عم بيشتغل هون. الرفش هو الرفش. الرفش. انا عندي نفس السؤال. الرفش من هون. أوكي. اللي هن بالانجليزي السكابيولاس. اوكي نبلش بالتمارين، نتفش لبرا. بتعرفي الرفش باللبناني هي آلة زراعة. صح. تزرع فيها للحديقة. مثل ما بيقولوا لغة النادي بنقول كلمة رفش. بعد ما نخلص من هون حنبلش نحس بحريق بكامل الإيد من هيدي الميلة عم تنزل، منعلي لورا. هي كمان للكتاف. نعم. وكمان للجزء العلوي من الظهر. مثل ما عم تلاحظوا انا دائما عم بشد فيه، عم بستعمل الشد بكل الحركة. الحلو انه عم تحصر لك العضله حتى تعطي فعاليه. 100%. وهيك بتحس بالحرقه اكثر. من بعد ما نخلص بنزلها بس شوي صغيره لهون وبفتح. في كثير ناس خصوصا اللي بيقعدوا ورا المكتب ودائما عندهم يعني جسمهم بيكون حاني لقدام، دائما عندهم اوجاع من هيدي المنطقه، فهول الحركات كثير بتساعدهم انه يفككوا هول الاوجاع وهول العضلات، وبتحرك لهم هيدي المنطقه كلها. وهذا الحبل سهل ناخذه معنا على المكتب. اكيد فيك تاخذه معك وين ما كان، يعني بنحط دغري بالشنطه بالجزدان وبنحمل. من هون فينا ننتقل على حركه البايسبس. استنتي بكل بساطه بنعلقها هيك، بنقرب الاجر لقدام، ايدنا من هون،
الكوع على الاجر، نقطع شوي ونشد طلوع. مثل ما عم بتلاحظوا البايسبس عم تشتغل، يلي هي الزنود الاماميه. نعم، اذا حبينا تكون الحركه اقوى اكيد فينا ننتقل للحبل المطاطي اللي بيكون اقسى شوي حسب راحتنا. من هون ننتقل لحركه اسمها ديد ليفت. بالديد ليفت فينا نعملها يا بالاجرتين يا باجر وحده. من هون نرجع الاجر، اوكي، نجلس، ننزل، نطلع. نكون عم نشغل كل منطقه الاجر من ورا، وحتى بنحس فيها شوي باسفل الظهر. بالاجمال بدون حبل الديد ليفت بتسرع دقات القلب. الديد ليفت بالاوزان العاليه بتسرع دقات القلب طالما بهيدي. ماشي كثير منيح، ماشي الحال. من هون بنعلي، نحطهم فوق الركبه، بنبلش بحركات السكواتس، تمرين الشهير. نعم. يلي ما بنقدر نستغني عنه. فينا من بعد ما نخلص سكواتس بنضلنا تحت عاملين هولد، بنهدي وبنرجع من هون لنصعب شوي الحركه، فينا نفتح لبرا. هيدي حركات الاجرين باستخدام الحبل المطاطي. كنا عم نشغل منطقه الارداف. اذا ماري كانه بنرفع المقاومه عشان نرفع درجه التمرين. صح، لما بدك ترفع المقاومه بتعلي كمان بالحبل، بتصير اقسى. كل ما قسيت الحبل كمان كل ما كانت اقوى واقسى. من هون فينا ننزلها. هلا هيدي حركه كثير بسيطه، رح يقولوا العالم بس عم تمشي، بس هي فعلا من بعد ما تكوني عملتي تقريبا فوق العشر خطوات روحه ومجوه رح تحسي بحريق وبنوع من الشعور الحلو بمنطقه الارجل كلها من تحت لفوق. طلعت الريحه. ريحه الحريق. عم نسمع نفسك ماري. ايه. فتخيل اذا كنت عم بعملها بهيدي. هلا باخر حركه يلي هي حركه للمعده، عفوا، فينا نتركها للحبله هون، بننام على ظهرنا، نتأكد انه الظهر كله جالس على الارض، ما منا انه يكون في فراغ، فاذا انا حطيت ايدي ما بدي يكون في فراغ، بدي ظهري يضل جالس بهيدي الطريقة، ايدي على جنبي، بعلي راسي شوي صغيرة، مد اجري لقدام، ومن هون بفتح. هل الارداف كمان؟ لا، هيدي بنكون عم نشغل عضلات المعدة. نعم. هلا اكيد على الكاميرا ما بتبين، بس لما بتحط ايدك واذا بتنتبه من صوتي في نوع من الرشفه بتكون، لانه فعلا هدول العضلات من هون بنكون نحن عم نعمل عليهم نوع من الضغط، فبصير نحس انه في حريق وفي ضغط وبنصير بحس برشفه، هذا شيء كثير طبيعي. هيك بنكون خلصنا، بنكون عملنا حركات لكامل الجسم، واكيد في بعد اشياء اكثر واكثر، بس اكيد لضيقه الوقت ما بنقدر نعملهم كلهم، فهدول هن كانوا. هلا كيف يعني المقاومه عندك؟ المقاومه اصلا فينا ننزل على الشارع؟ اكيد. شكرا لك ماري جلخ، نورتينا، وهيك يعني استفادت كل ستات البيوت خصوصا من هالتمارين السهله. دائما ما نقول انه بس نركز على الاجرين والارداف والمؤخره، لا، عندنا كثير عضلات بجسمنا لازم نحركهم، ولازم يكون في تناسق كمان بين الجسم، بين الابر، بين الفوقاني والتحتاني. ماري جلخ المدربه الرياضيه، شكرا لك. فاصل اخير مشاهدينا، نعود الى المثلجات. يعني اللي خسرناهم هون يا ساره رح نربحهم كلهم في المثلجات الفقره الاخيره. ابقوا معنا.